نبداو لو فيديو ديالنا اكشن. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد، فيديو اللي متغير. خرجوا من الاجواء الرمضانيه، عيشوا حنايا الروتينات ونتهلاو في راسنا. راكم عارفين ما بقى والو العيد، باقي محتاجين البشره ديالنا بزاف، وخصوصا البنات في رمضان راه ما يمكنش كلشي تيتبدل، المورا تيتبدل، البشره تيتبدل، الشعر كيتبدل. فريمون البنات الا هملتوا راسكم في هذه الوقيته هذه مشيتوا فيها، الا كنبقاو نهار كامل في الدار ولا الوقيته كامله قبل الفطور ولا من مورا الفطور كنكونوا مسالين، علاش لا ديك الوقيته ناخذوا غير واحد ربع ساعه نديرو ماسك، نديرو غوماج، ناخذو دوش. ما عادش كلش في الشوشالي، دونك اول حاجه فوق درت هذا زيت ديال الارغان. فوالا البنات، هذه البنات ديال القرعه الثانيه اللي غادي ندير، درتها اليوم درتها غير هكا واحد شويه الفوق، ودرت في لي لونغور ركزت عليهم اكثر حيت شويه كيتحرقوا ليا وداك الشيء. اي بون بالنسبه لهاد زيت الارغان هذا، نتوما البنات تستعملوا اي زيت الارغان، الاهم هو انه خص يكون بيغ، يعني ما ديروش زيت الارغان ما عارفينش، حيت اغلبيه البنات هادوك كيكونوا مخلطين بزيت لوسيور، كيكونوا فيهم زيت لوسيور، كيكونوا فيهم بزاف المواد اللي حنا كنقولوا زيت الارغان، مي هو راه كيكون مخلط من بزاف ديال الحوايج. دونك داكشي علاش حاولوا تالمون تاخذوا شي حاجه لي بيغ. كاينين دي سيت اللي كيبيعوا داكشي لي بيغ، داكشي اللي مضمون 100%. عندي اوسي واحد اخر كنت خديت من بارافارماسي حتى هو البنات غزال، مي بون صراحه هاد لي دو هادو بجوج مزوينين. البري ديالو كيكون ديك 100 درهم 120 درهم كاع الا كثر، على حسب شحال من مليلتر. وصافي كيما شفتوا دابا درتو لشعري وغادي نخليه بحال هكا حتى نسالي ونسالي الاخر ديالنا ونسالي كاع المسائل، وغنمشي ناخذ واحد الدوش وصافي هذا ما كان. انا حتى دابا الوقت ديالي تسخن ليا وبيلي طفيتها فوالا. بغيت غير نقول لكم البنات اللي كتعرف شي فكره باش نظفها، حيت انا عمري ما نظفتها. ها نتوما شفتوا كنت غير كنقشرها، مي بغيت ندير لها شي، بغيت فهمت بغيت ننتكها. قولوا لي شي حل، شوفوا كي دايره مشومه ولا مسكينه. خليوا لي في لي كومونتير الا كنتو كتعرفوا كيفاش ننظفها، وغادي نتسلى بما تسخن ليا باش نوريكم كيفاش كنحيد الجوفي. اي بون البنات، دونك دابا لا سيغ ديالي سخنات، انا كناخذ هكا هذا نتسناها بما تبرد واحد شويه كتكون سخونه. كما خليتها هي البنات تسخن بزاف، زربتوني يا صاحبتي ويلي، كنحاول فريمون نزرب حيت باقي تابع لي بزاف الحوايج ما يدارو. فوالا فوالا هاد البلاصه هادشي، هاد الخيوطه تيعاد بزو. شوفوا البنات دابا غنمشي ناخذ الدوش ونشارك معكم داكشي اللي غندير. اول حاجه اللي غادي ندير هي غادي نشارك معكم لي برودوي اللي زوينين، و ميم طون نهضر لكم واحد شويه حيت دابا كما قلت لكم غنمشي نغسل وجهي وناخذ الدوش. دونك علاش لا ما نهضر لكمش على لي برودوي اللي زوينين؟ وغندير لكم باول حاجه لو جيل نيتوايون بيان سور بور فيزاج. دونك كما كتعرفوني انا البنات كنبغي ديما نوع، وكنبغي نوع لكم حتى نتوما وتستافدوا من بزاف بزاف بزاف. كما مولفيني انا دائما كنشارك معكم لا روش بوزاي. دونك لا روش بوزاي البنات هاد لو جيل موسون بصراحه البنات واعر 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 بزاف، الاطباء ديال الجلد كلشي تنصح به. دونك هذا ميمكنش ميمكنش شي حد يقول عليه بلي ما مزيانش، حيت تالمون انا الصراحه جربته. وبيان سور كيتختلف على كل واحد والبشره ديالو، مي حنا كنهضرو اون جينيرال غاسو اللي واعر بزاف. البخي ديالو البنات هاد القرعه كبيره دايره ب 180 درهم 190 درهم. قبل ما نهضر لكم ونشكر لكم على الحاجه، بيان سور واخا كتوافقني كنمشي تنقرا تنشوف اطباء الجلد كيهضروا عليها، يعني اللي عندك البشره حساسه بزاف ميمكنلكش تستعمل اي غسول، دونك تاخذي لا روش بوزر حيتاش نهائيا الا ما نفعكش ما غاديش يضرك. فوالا كبيدات اللي بغيت تكليني لو جيل، و فوالا. دونك ننصحكم انكم تجربوه، بيان سور كما قلت لكم جات عندهم لا بو سونسيبل. اي بوغ البنات اللي عندهم لابو غراس اميكس سيتافيل، دونك البنات اللي عندي من شحال هذا يكونوا شافوا سيتافيل، غادي نخلي لكم شي لقطات هنايا ديالي ديال الفيديوهات ديال شحال هادي مي كنت ديما تنشاركو معكم. صراحه سيتافيل زوين بزاف، وخصوصا البنات الغاسول ديالهم من احسن الغاسول حتى هو اللي جربت، كينظف مزيان كيخلي لكم لابو ديالكم مرطبه. عرفتوا ملي كنت كنستعملو في الصفر ما يمكنش ما كنحتاجش ندير كريم هيدراتون، هو كافي كينظف وترطب. دونك صراحه زوين بزاف، لو بري ديالو داير 150 درهم حيت فيه 100 مليلتر، وهذاك اللي كان عندي قبل كنت خايده فيه صغير وقيله بشي 80 درهم بحال هكاك. مي بون سيتافيل حتى هو زوين، وهو باش غادي نغسل دابا وجهي. وكما العاده البنات بلا باغي ديالي ديال فوغ يولونا 3 ولات البنات بزاف، حيت من نهار وليت كنستعملها ما بقيتش كنعتمد على الكوماج، حيت ما بقاش وجهي تيتقشر، ما بقاش وجهي بزاف ديال الحوايج كنت كنعاني منهم.
معلونة تخوا صراحة تنيش منهم. كما كتعرفوا كنغسلو وجهنا بهادي، مي كنديرو شي كريم هيدراتونت، كنديرو الماساج بهادي. الصراحة كتولي عندكم لابوغ زالة بزاف. ديجا البنات هادي راه كتخدموها بالسيستيم ديالكم ديال التليفون، ضروري خصها تكون لابليكاسيون سينو ما غاديش تخدم ليكم. دونك لابليكاسيون كتحقوها بحال شكل مكانة، كتجي لكم كل وقيتة شحال خصكم تبقاو فيها. هذا ما كان بوغ الوجه، وغادي ندوزو دابا لحاجة تانية. اي فوالا دونك غوماج، كما كتعرفوا الغوماج غادي اون سول فوا بار سيمين، صافي ما تكثروش بزاف، حتى لدو فوا بار سيمين. انا حاليا وليت كنستعمل هذا ديال لوريال. الصراحه البنات هذا الغوماج هذا ما يمكنش شحال كيغومي مزيان. جربت بزاف ديال لي غوماج وشكرت بزاف ديال لي غوماج، مي مستعملت هذا عاد عرفت شنو كنت كنقول. ديجا البنات مجربه ديال الكيوي، غنخليكم هنا شي لقطه ديال شي فيديو. اي دابا جربت هذا البنات ديال القهوه، الصراحه هو ما فيهش ريحه القهوه، فيه ريحه الاعشاب، يعني باين فيه بزاف ديال الاعشاب صراحه. التقشير ديالو البنات واعر، الثمن ديالو داير شي 90 درهم بحال هكاك، 80 درهم. غادي نقاول لكم على واحد الغوماج اللي كنت نشاركو معكم ديما اللي هو سانت ايفنز. ديجا دار واحد الدرجه كبيرة بزاف، وحتى انا استخدمته وعجبني بزاف. ميمي درت هذا صراحة، هذا عجبني بزاف 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 بزاف. داكشي علاش بغيت نقول لكم الا كتبغيو تاخذوا خذوا هذا. شفت لي فيديوهات في يوتيوب والصراحة لقيت بلي بزاف ما كنصحوش فيه. كيقولوا بلي ما مزالش البشرة والحبيبات ديالو كي دايرين. شفتوا الحبيبات ديالو داير بحال شكل كريم. البنات اللي عندهم سانت ايفنز كيعجبوه، راه بيان سور راه كل واحد والبشره ديالو، مي انا غير كنقول لكم داكشي اللي شفت وعلى التجربه ديالي. الوجه ديالكم راه شي حاجه اللي غاليه بزاف، شي حاجه الا فقدناها ما نقدروش نرجعوها الا الوجه. البنات حاولوا ما امكن تعطوه دي برودوي اللي زوينين، وحاولوا ما امكن ماشي اي حاجه شفتوها اعلانات تاخذوها. وصافي دابا غادي نمشي نغسل وجهي ونشارك معكم هادشي اللي قلت لكم. اي فوالا كبدات. دونك اول حاجه غادي ندير لو شامبون هذا ديال افون. ديجا كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل بلي حاليا غير كنعدي بيه، بما لقى شامبو اللي غادي يوافق ليا شعري. بوغ هذا البنات الصراحه ما وافقنيش 100%، مي بون زوين. المهم شي 70% بحال هكاك. غادي ندير هنايا هاد السكراب هذا اللي على شكل هكا مربعات كما شفتوا. هذا كنصيفطها شي واحد المتتبعه يلا بغات تفتح البروجي ديالها. كاينين بزاف ديال النوعات اللي فيه، كاين ديال النيله، كاين ديال الكوك، كاين ديال الورد. غادي ندير دابا الصابون ديالي ديال دوف. هنا عندي خليقات الصابون وخليقه ديال بندوج، اي ابخي غادي ندير جيل دوش هذا البنات. البنات غادي نهضرو شويه على لازون انتيم. كما كتعرفوا لازون انتيم هي اهم حاجه اللي خصنا نهضرو عليها. انا كنغسل بهذا الغسول هذا ديال كاميلا. هذا الغسول هذا فن البنات، واعر 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 بزاف. راه ديجا دابا ضربت فيه اكثر من نص حيت زوين. كنستعملو جوج مرات حتى المره في السيمانه. علاش؟ حيت انا خايده 8.5 بي اش، منين كنت كنعاني من مشكل ديال الحكه. سينو البنات العاديين خذوا غير 5.5 بي اش، دونك بي اش 5.5 هي اللي تاخذو نتوما. بالنسبه للثمن ديالو دي 80 درهم البنات، على حسب كل بارافارماسي شحال كتبيعو. دونك هادي ضروريه، شي حاجه اللي اساسيه اكثر من الماكياج واكثر من العطور. وبيان سور ابخي هنا غادي نشارك معكم هاد الفوطات اليوميه اللي كنديرهم في السليب ديالنا. راكم عارفين هادو عندهم بزاف ديال المنافع وكينفعونا بزاف 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 بزاف. وانا ديما كنستعمل هادو ديال كير فري. فوالا كبدات كيفاش دايرين، بحال ما دايرين حتى شي حاجه. كذا ما كان بوغ لازون انتيم. اول حاجه غادي ناخذ ماء ورد كنرشو على وجهي بحال هكا بحال شكل بخاخ، وكنمسحو بكوتون ديسك. يعني واخا نغسلوه ضروري من مورا الدوش، من احسن تستعملوا تونر ولا ماء ورد ولا اي حاجه. هذه هي المرحله الاساسيه اللي عندي من بعد ما درت الدوش. غنيدغاتي لو كور ديالي بهاد لي ايدغاتون ديال سيرافي، راه زوين. ولي ايدغاتون راكم عارفين الفرق ما بين لي وكريم. كريم كتكون ثقيله ولي كيكون خفيف على البشره ديالكم. هو ديال لو كور، لي ما لي بي، فيزاج، كلشي. اي ابخي غادي ندير هاد سبراي هذا. هذا البنات ما عرفتش واش كاين في المغرب ولا لا، حيتاش انا كنجاني كادو من لندن. فوالا الا بغيتو تسكرينيو هالبنات صيفطوا لشي حد الا كان خارج المغرب. هذا واعر 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 بزاف، ما يمكنش. انا راه يلاه وصلني. نديرو دابا فوق الملابس هكا الداخليه. اي بون كبدات دابا غنشارك معكم لي ديودوران. بون غنشارك معكم اول وحده هي هادي ديودوران ديال فيشي. هادي زوينه ما كتخليش ريحه العرق بتاتا بتاتا. اي بيان سور بوغ هاد لي بوم ديودوران هادو اللي ديجا كنت شاركت معكم البنات، هما الصراحه واعرين زوينين بزاف. وخصوصا البنات هادي ديال فلور دورونجي بصراحه واعره الريحه ديالها ما يمكنش. هادي راه فيها كود برومو بالنسبه للبنات اللي غيبغيو ياخذوها اللي من جهتي. غادي ينقصوا لكم تقريبا شي 15% ولا بحال هكا. بون لو كود برومو غادي نخلي لكم هنايا نادا
10 وغنخلي لكم لو سيت في لا بار دانفو الا بغيتو تاخذوهم كتاخذوهم 4 بشي 150 بحال هكا وبلو كود برومو ديالي جو سي با شحال غيتقام عليكم مي راه شويه ناقصين قلت علاش لا ما نديش لصحاباتي يا اختي الكود برومو باش نتوما تستافدوا ينقص عليكم شويه التكاليف غنشارك معكم دابا حويجات اللي حطيت هنايا باش نلبسهم وغنقول لكم نيت ملي خديتهم هنا حطيت هذا التريكو هكا هذا كنت خديته من بيرشكا هادو البنات تخيلوا معايا ما يمكنش شحال زوينين انا خايداهم في السمول و فريمون كيجيو على داكشي لي اوفر سايز واعر ومريح في اللبسه وبيان سيغ سريويل بحال هكا كما العاده انا دول اللبس ديالي هذا البنات كنت خديته من زارا غادي ندير هذا البارفان هذا دماغ لي دار لينا اكسكلوسيف البنات هذا البارفان هذا بارفان انثوي شوفوا معايا غير القريعه ديالو كي دايره ما يمكنش شحال زوينه الريحه ديالو ريحه بودغي بوغ الناس اللي كيحماقوا على لي بارفان اللي كيكونوا بودغي بحالي انا غيبغيو يسمعوا لي قبل ما ياخذوه كتبوا غير في يوتيوب بارفان دمارلي دار لينا اكسكلوسيف وغادي يطلع لكم غنخلي لكم هنا السميه ديالو وصافي كبيت دونك هذا هو البارفان ديالنا اللي كنحس بواحد الراحه بواحد النعومه راه ما يمكنش ما دوش ليا على المنظر اللي كاين هنا ورايا كاين شويه دروينه مي بون شوفوا فيا انا وركزوا معايا انا دونك دابا من بعد ما ساليت الدوش كما شاكت معكم بس حويجاتي دابا غادي ندوزو للوجيه ديالنا داكشي اللي خصني نشارك معكم ندير لا كريم هيدراتون ديال اليوسيرين هاد لا كريم هيدراتون ديال البنات زوينه بزاف كتهيدراتي مزيان 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 واخا صراحه بغيت نبدلها راكم عارفيني انا تما كنبغي نبدل لكم ونجيب لكم الجديد دونك هاد لا كريم البنات راه زوينه بزاف الثمن ديالها داير شي 200 230 درهم بحال هكاك مي بون بوغ ليدراتاسيون راه واعره من النوع ديال دوك لي كريم اللي مي كديروهم كتشربهم البشره ما كتبقاش عطيكم هاد لي في هذا هانتوما غادي تشوفوا مي غادي تنشف كيفاش غادي تولي دونك غادي نهيدغاتي هاكا الوجيه ديالي فوالا كيفاش شتو دابا لابو ديالي ولات ليا مات مبقيتش كنحس نهائيا بدات لي في ديال ديالها مزيته ولا كذا اي ابخي غادي ندير هاد السبراي هادي ديال باليا هاكا هنايا فوق الحويجات ديالي باش تبقى في مريحه لي زوينه وفوالا كي دونك هادي دابا ليا البنات انا هادو كيجوني من برا ما كناخذهمش انا نهائيا هنا من المغرب داكشي علاش ما نقدرش نقول لكم فين كاينين ولا لو بري ديالهم مي بون بالنسبه لهادي الريحه ديالها زوينه بزاف وخفيفه وما كتشمش مجهده بزاف راكم عارفين مع رمضان غادي نتاني دياتي بهذا دباليا ديال الزيتون هاد لا كريم هيدراتون ديال البنات ديال يديات زوينه بزاف هادي رابع مره تقريبا ولا خامس مره اللي غادي نستعملها وعجبتني بزاف خصوصا ملي كنديرها في الليل وكنفيق الصباح كنلقى اليديات ديالي باقيين مرطبين دابا الخشوه اللي هبط لك ميجين ما عارفين البنات ضروري هكا قبل الفطور كيكون ماشي معنات كذا باش ملي تبغيو تدخلوا الكوزينه تقادوا فطوركم كيكون داك الشمط ما كيتزادش على شي غنمشيو للمرجان تقداو شي حويجات خاصه لنا وغادي نشارك معكم هذا النهار هذا كيفاش غادي يدوز وفوالا كبدات هذا المكان عفاس دور الدنيا لبلادي كتشكروا دابا الموسيقى وتتشقى وما تحسوا لا ما على بوقت لا بوالو داكشي كيدوز خفيف زربان دوك المعلات اللي كانوا كيبانوا لكم وكلشي دابا غنمشي غير نلقاد وجهي ونحيد الفوطه ونخرجوا هانتوما معايا المهم حنا بقيتونا يلاه جينا المرجان نشفت شعري ودرت ليه لوجين هاد لاكوب هادي بحال هكا ماما ما عجباتهاش ولكن انا قلت شويه نغير لو ستيل وصافي ايوا ناخذ دابا داكشي اللي قلت لكم خاصنا ونمشي صوبت لكم شي حويجات حيت صافي مي جينا حنايا ماما مخبعه عليكم مي جينا حنا غير تنقدر يعني ما كنسيكتش باش نصور معاكم اي بون جينا هنا تما نشوفو في صوص الجيريان واش نلقاها ولا لا مي صراحه ما بانتلياش بغيتها باش نقاد واحد لي برغر ودابا هنا صوص ناخذ ما كاينش الجيريان بحالنا ماما راه غادي تكون الجيريان امبوسيبل ما تكون صافي حنايا ما هي تخيل معايا بنات دابا راكم راكم عارفين مع رمضان وداك الشيء شحال من واحد بنايا في مرجان ياكل حسنا انا حدا هنا وماما بعدا واحد البنت مشات بزاف الكورنيشون ما كنتي باغي تدخلي جهنم ما غادي تدخلي معاها بزاف الكورنيشون دارت حامض وغادي تجرب وحده كوني رزانه بيجا والله شوف ويش كلها تعلق من رجلي باي باي باي
الخياطه لقيت من دبي الله رجعنا من مرجان. وقبل ما نجي للدار استاذ الخياطه ديال شي كوتشو خديجه نزل انستغرام غادي يكونوا ديجا شافوا عندي حتى جديد ما نحط لكم لي ستوري وداكشي. مشيت بغيت نصور لكم الجديد اللي جاب صدقات عجبتني واحد العبايه وديك الساعه طرت عليه حيتاش فريمون واعره انا غادي نشاركها معكم مزيان حيتاش باقي تابعنا بزاف ميدان في هذا الفلوغ. باي باي. تما كبيدات انا قيستها على قبلكم باش تشوفوا علاش تنهضر لكم راه ما يمكنش شحال زوينه وشحال براتيك وشحال خفيفه خصوصا دابا راكم عارفين الصهد هو جاي. اكثر حاجه اللي عجبتني البنات هو الديزاين اللي كاين في الكول شتو كي داير شي حاجه اللي فريمون مختلفه. من بعد ما فطرت دابا غادي نمشي ندير النايت روتين ديالي ديال وجهي غنغسل وجهي و فوالا غنغسل حتى شعري حتى هو من لو جيل حيت جدت ليه لو جيل قبيله ما قلت لكم غادي نخرج شوفوا كي كيبقى ليا بحال هكا ملبد دونك غادي نغسلو. حطيت البيجامه ديالي هاد البيجامه بنات لي غيسون عليها فكنت شريتها غير هنايا فواحد البوتيكه كاين بني ملال راه الناس ديال بني ملال غيعرفوا لي بوتيكات ديال عمر ومجيد دونك هاد جوج عندهم بيجامات واعرين دونك غادي نلبس البيجامه هكا ديال القطن حيت هكا شويه سخيخنا مع دابا الجو شويه بارد وبيان سيغ غادي ندير العطر راكم عارفين ان داك كتحماق على شي حاجه سميتها العطورات غادي ندير هاد العطر هذا خفيف ديال الليل صراحه خفيف 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 بزاف دونك ماشي ديال الطلعات اليوميه وداكشي دونك غادي نديرو هكا دابا. دونك من بعد ما حيدت تكنجان شعري غسلت شعري بوحدو ودرت ليه الشاشوار حيتاش ما نقدرش نبات بيه هكاك فازك ولبست البيجامه ديالي نيت اللي شاركت معكم فوالا انا كنصح البنات في النعاس تلبس غير البيجامه عمري ما كنعقل على راسي شي نهار الناس تمشي فيها قليل ولكن المهم ديما كنلبس البيجامات وصافي كبيده. دونك هذا ما كان في الفيديو ديالنا ديال اليوم جيسبر يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه بوغ لا روتين ولا نايت روتين ديجا شاركت معكم فما كاينلاش نعاود نشارك معكم غنخلي لكم في لابغ دافو غادي ندير غير بارفان صافي واخا الصراحه ما غاديش نعز دابا باقي تنتعشى حيتاش باقي الحر غير حيتاش انا اليوم غادي نخرج مع الدي في مزيد فغنلبس من دابا بيجامتي ما بقى لي فين نخرج الاحسن نلبسوها باش نبقاو جالسين هكا ترونكيل ومرتاحين نتفرجوا وكلشي هذا ما كان دابا لقيتو داك السلامات ابو بنات يلاه غادي نبدا غنمشي نتفرج فيه. الا عجبكم الفلوق ديالنا ديال المنتسب جيبوا لي عليه لايك ديالكم تشتركوا في القناه تدخلوا عندي الانستغرام مرحبا بكم كاملين نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. باي.